صار جاهز يا عمري. يلا تعال. يلا جاي. تسلم ايديك يم. الله يسلمك. كنت بدي اقول لك شيء من امبارح. انا ولميس بصراحه بدنا نستعجل بزواجنا، ولهيك قررنا نكتب الكتاب باسرع وقت. خير، وليش هالشي؟ ليش العجله بالموضوع؟ انت عم تخبرني وما عم تشاورني. اهدي امي ما تزعلي، امبارح اجيت لقيتك نايمه، ولا كنت ناوي شاورك؟ ايه، وانا مالي موافقه. من غير شي عملت لي الخطبه مثل اللي عم يسرق سرقه، الناس كلها عم تحكي عليكم. بدك تتزوج بسرعه كمان وتعمل لي فضيحه؟ مو هيك، بس مشان نقدر ناخذ وصايه الاولاد من المحكمه مو اكثر. معناتها ما حذرت، اصلا الاولاد لا جوعانين ولا بردانين. بعدين انا مو مطمنه وحاسه هالبنت كل همها تكتب كتابها لتاخذ اخواتها. شو هالحكي امي، ما دخل هي بهي. بتعرفي انه نحن بنحب بعض من الاول، وموضوع الاولاد رح يعجل بقصه زواجنا. ما في داعي للعجله ابدا، لانه موضوع الزواج ما بيصير هيك. انا ما عندي غير ولد واحد، بدي زوجه وساوي له عرس مثل كل الناس، واقل من هيك ما برضى ابدا. امي عرس شو هاد؟ مو شرط يعني. جميل، انا يلي عندي قلته، واذا انت رضيان انه تستغلك هالبنت فانا مستحيل ارضى او اقبل. واوعك تناقشني يا يلا كول بسرعه وقوم على مدرستك. اي بدل ما تقلي لي كول كلي انت، يعني لو لقمتين على القليله. ما تاكل همي، انا هلا بعد شوي باكل. او لسه ما نمتي من امبارح ما هيك؟ اخر فتره كنتي عم تنامي وما احلاكي، وهلا رجعنا نسهر للصبح. صباح الخير. صباح الخير جميل. معلش تجي شوي، بدي خبرك شو صار بيني وبين امي. ايه طبعا جاي فور. انا حكيت مع امي، قلت لها بدنا نعجل بموضوع الزواج مشان لميس تاخذ وصايه الاولاد، ولهيك لازم نكتب الكتاب فورا. بس للأسف قالت بدون عرس مستحيل إنه تقبل. جميل، عرس شو هاد؟ ما في داعي للعرس إذا كل الزواج شكلي ونحن متفقين. بعرف والله فهمانك، بس أمي ما بتعرف إنه القصة هيك، وما بدي إياها تدرى. ما تواخذيني لميس، صح أنا واقف معك وعم ساعدك، بس بصراحة أنا ما فيني زعلها لأمي. يعني ضروري نستوعبها، أمي مرة كبيرة وحابة تعمل عرس لابنها الوحيد وتفرح فيه. يعني القصة وما فيها إنه نحن لازم نعمل العرس ولازم تلبسي الفستان الأبيض، واعتبري هذا شرطي الوحيد لحتى أقدر ساعدك وكمل معي. الحقير شو رجعوا على البيت؟ انت شو رجعك على الحارة تبعنا؟ شو لك شغل عنا؟ اجيت على المحكمة وقبل اجيت على الخطبة وعملت مشكلة، ما قلت لك تنقلع من هون وتترك البيت؟ ولا مو سائل شو رح يصير بالاولاد اذا برجع بفتح القضيه؟ رح تفوت اخواتها للميس على السجن بسببي؟ برافو، واضح قديش بتحبها للميس. اسمع لقلك هذا الشيء ما دخلك فيه انت. بعد من قدامي يا جميل. انت السبب بكل شيء عم يصير معك، وانت جبرتني اتصرف معك بهي الطريقه، انت صرت برا يا سامح، عم تفهم؟ خلاص انتهيت، هلا دوري انا، انت ما عدت موجود بحياتي. وقف، يلا وقف، فهمني شو اللي بدك اياه؟ والله لحتى خليك تندم. تعال. جميل طولوا بالكم. لا لك شو عم تعمل؟ وقف لك كمان. خلص خلصنا جميل. بعدي انا بوعدك ما دخلك. شو عم بيصير؟ بكفي جميل، خلصنا، رح اتفق.
ذبحوا بابا. والله لا خليك عيب عليكم شو هالحكي. انا بورجيك يا جميل. خلص 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 خليني فرشي انتو. اهدى ما بيستاهل. عامل حالك زلمه ما هيك؟ بدر شو عم بيصير؟ ما بدي اشوفك بالحاره. بكسر لك رجلك اذا شفتك. تعال اقول لك خلص ما راح امشي. والله ماشي مثل ما بدك. يا لميس هذا اللي واقف قدامي. سيارات ايه حرامي سيارات؟ الكل سمع؟ انا حرامي بسرق سيارات وببيعهم. شو يعني؟ والسيارة هديك كانت تبعها؟ تبعي ومسروقة كمان. ولكننا رح نروح فيها من وراكم ونحبس. عن شو عم تحكوا؟ يا لميس فكرناها انا وحكمت انه سيارة بدر وطلعنا فيها. قام جميل قبض علينا ونحن على الطريق. كنا رح نفوت على السجن من وراك. ماشي يا احمد خلص اسكت. ليش بقى؟ مزبوط كلامه؟ يا لميس المزبوط انه استغل الاولاد مشان يبعدني عنك. لميس ما تصدقي رجع يكذب ويخترع قصص. مشان هيك رحت؟ ها؟ لميس شو عم بعدي عني؟ لميس طولي بالك. لو سمحت مرتضى ما دخلك. من ورا التخبيص تبعك بيطلعوا اخواتي بسيارة مسروقة. وجميل بقى بيهددهم وحضرتك بتحمل حالك وبتهرب مو هيك؟ هيك ولا مو هيك؟ جاوبني 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 يلا. الله يلعنك ويلعن الساعة اللي عرفتك فيها. لميس قديش كنت مخدوعة فيك. خلص لميس تركي خلينا نروح. لميس لميس استني شوي اسمعيني. بشرفي ما كنا منعرف انه السيارة مسروقة. والله العظيم ما كنا منعرف. برأيك لو كنا منعرف كنا منركب فيها؟ ما بدي اسمع ولا كذبة جديدة. اذا بتريد خلاص. يا لميس هلا مو وقت هاي القصة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.